انا صبرت انا من شيلته في بطني 9 شهور ولدته سهرت به حرسته من هو يتاتي حرسته انا من هو يمشي انا من بقى راجل وقدر ده والباقي علي ما علي ان شاء الله بعد ده كله جبت يا بنتي تكون في فايده الله يجيبه لينا الليله دي ان شاء الله. يعتبر فض الاعتصام والانتهاكات التي تمت فيه مخالفة للقانون الجنائي متمثلة في الخطف والاستدراج والحجز غير المشروع والإرهاب واستعمال القوة الجنائية والأذى والجراح العمد والتعدي على الموتى وإهانة الأديان وتدميس أماكن العبادة والقتل والاغتصاب والأفعال الفاحشة والاعتقال غير المشروع. كل هذه الجرائم تم ارتكابها أبان فضل الاعتصام. فضل الاعتصام كان صعب، واحد من الناس نحن ما شفناه لكن بقلينا أمر واقع لأنه مزمل لجا مصاب بيوم فضل الاعتصام ذاته، كاسر ايده وحلق النص طلع والدنيا رمضان شربوا ميه المطره ونسمي ده ونسمي ده ولدنا يعني وداخل كبير. الاهوال التي تمت في فض القياده وورثت بعض المشاكل وبعض الاثار النفسيه في بعض الشباب، منهم من تاثر نفسيا واختفى ومنهم من تم اختطافه وتم حجزه في اماكن غير معلومه ومورس اتجاهه أفعال أدت إلى فقدان الذين وجدوا بعضا من قواهم العقلية. أسي حد الآن مقفل 20 سنة، قال لحد الثانوي بعد ذاك اشتغل أول حاجة في هذا العسكرية تدرب وعمل الضاحية، بعد الضاحية جاء أبا يرجع يزول أرجع المعسكر، قال ما راجع المعسكر. هو يوم مباني يوم طلبة يساعد بهنو بالدواء دوايا أنا سكري. يلا ما عنده غلبة، ما عنده مشاكل، ما حصل يصير جي شكلنا منه في الحلة، ما حصل صملانه في المدرسة جي شكلنا منه. مش أصبح الصباح شرب الشاي فطر وقال لي أنا ماشي ناس مظاهرة، كان ما في ضرب ولا حاسين كأنه في ضريب ولا حاسين بتحصل حاجة زي دي نهائيا. مش قيل بيت معانا في البيت. كان صابية في القيادة، أول من طلع من هنا مع فترة القيادة كان في القيادة، بعد فترة الاحتصام تاني ما عرفنا عنه حاجة. آخر ناس شافوه ينخفوا يوم فكر الاحتصام قالوا شافوه في ريال كير لكن كويس. يلا كان زاعف ليه زول، بعد ذاك تاني ما عرفنا عنه حاجة. ما خلينا في الجو، السجون الواضحة دي كانت بالفردي فردي لحد انه فدشوا السجلات الدفاتر باسم حرف الفاء فضل ما في. والله الناس دي كلها فتشت الأجسام وفتشنا المشارح والمستشفيات وكله ما في أي جديد، جديد ما أعرف تاني اللي قدام اللي بيحصل شنو. القانون بيجرم الاختفاء غير المشروع والحجز غير المشروع، ولكن في ظل الدولة العميقة لا يمكن أبدا أن تقوم بعمل ذلك في ظل الحصانات الموجودة. طبعا عندنا أزمة برضو في البلد دي، أزمة الحصانات، عنده ناس الأمن بمارسوا زي ما عايزين وما في زول بيقدر يحاسبهم. ولو رجعنا في الأيام بتاعت فضل الاعتصام السلوك اللي كانوا بيسلكوا العساكر وتجاه الناس وعلى مرأة من الإعلام كان فيه شيء بيعكس انه ما في جهة اعلى منهم.
تأثير على الأسرة كان أنا شخصيا كده خليت الشغل، وأمه عيانة والله عندها سكري وأبوه عيان. لحد يمشي نمشي الشارع من سؤال الناس ما جاء جاء ما جاء تلاقي مات تلاقي دع البحر تلاقي ماله الناس واحدين قالوا دخلون في شوالات هذين ربطون بحجار بلوك في كرعين ومجدعون البحر. أنا دي فكري بقي يتخيل كلنا بس كل يوم نصبح ماشيين محل إنه على أسر نلقاو برضو نجي راجعين بخفي حنين يقولوا يا الله. ده بس في حاجة واحدة كان الله ده بريدني ودايرني أنا كان جنازة أشوف قدامي كده عشان يندفن. ما أنا طبعا ده جنازة دفنته قدامي أنا والدة ما خالقة أقول الحمد لله يا رب العباد. يا الله المدرسة فتحت وعندنا الطلبة نزلوا يلا وهو ما عارفين عنه حاجة ما في رد من البلاغات اللي فتحت ما في رد وما عارفين الحاصل شنو. النيابة بشكلها الحالي لا يمكن أبدا أن تحقق العدالة طالما أنها جزء من المجلس العسكري، ولا يمكن أن تحقق كل هذه الأشياء إلا في ظل نيابة ديمقراطية مهنية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات بعيد عن موالاة السلطة التنفيذية. رأيته الحاجة الوحيدة اللي فضلت لنا وهو بصاص أمل إننا نلقاه من الناس المحتغلين، وإن شاء الله ربنا يجمع لو هو من الناس المحتغلين إن شاء الله يكون بعافية. على الحكومة التدخل بصورة مباشرة من أجل معرفة أين مكان اختفائه ومن الذي قام باختطافه أين وضعوا وماذا تم لهم في المعتقل، ضربوا، تم طعمهم بعقاقير، كل هذه الأشياء محتاجة لتحقيق، محتاجة لأيام محايدة. بالليل بس السرير الباب بس أخذ يدي وعين الباب يا ربي باب ده سيب يفتح سيب يخش من يوم اللي فقط لحد مبارح دي بس عايل الباب بس بيجي خش. كان الأمل موجود لكن من يوم ناس الحقوق الإنسان وجونا لحد من المحامية دي قاتل لحد الآن أنا كده الحمد لله في خير يعني لي أمل فجأة كده دي يوم من الأول دي بجيني بتخيل كده بس.